السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليس لو ما لا يعني أن الله تفضل علينا بالإسلام وتفضل علينا بأن من أهل الجنة بأن نترك العمل. ليس هذا معناه، وليس معنى هذا بأن مغفور لنا وحتى وإن قصرنا، ولكن نعم يجب أن نشتغل، يجب أن نعمل، يجب أن نخلص النية لله سبحانه وتعالى في العمل، يجب أن لا نتكل بل نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأرباب، ولا نتكل على هذه الأحاديث أو هذه الآيات والأحاديث التي سأسردها التي ستبين فضل هذه الأمة. هذه الجنة هي لنا، نعم كما قال عبد الله أبو مسلم الخولاني أعتقد، انظر بالله إلى عزائم الأولين مع ما كانوا فيه من خوف من الله سبحانه وتعالى ومن تقوى، ومع هذا كانوا يتنافسون على الجنة، كانوا يتنافسون على الجنة ليس بحسد، لا، ولكنهم يغبطون بعضهم، كانوا يوقظون بعضهم لقيام الليل. كان إحدى الجواري، قبل ما نقول قصة أبو مسلم الخولاني، إحدى الجواري شكرولها عائلة معينة أو عندهم عبادة وعندهم كذا، فطلبت من سيدها إنه معناها تكون في خدمة العائلة هذيك، فذهبت أعطاها سيدها معناها وهبها لهذه العائلة. فكانت العائلة مش تسمع عنهم من أهل تقوى، كانت تبي تحول عندهم باش معناها تزيد، شوف سبحان الله يبحثون على التقي حتى يقتربوا منه حتى يزيدوا قربا من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أحباب الله، هؤلاء هم أحباب الله الخلان، هؤلاء انظر لخليلك، تبي تعرف روحك مكانك من الجنة انظر، ما هو زي ما قال لها معناها لما هاجروا لمكان معين لست أدري بالضبط، كانوا معهم أصحاب، فقال له والله عرفنا منذ أن نزلنا عرفنا أهل السوء من أهل الخير معكم، أعتقد الإمام أحمد بن حنبل أو ابن تيمية، فكانوا معه مجموعة مسافرين في قافلة وكذا، ويعرفهم، يعرف أهل السوء منهم ويعرف كذا، فلما نزل في مكان في مدينة قال له والله لقد عرفنا أهل السوء من أهل مدينتكم من أهل الخير، فقال له بما عرفتهم؟ قال له بأصحابنا، وسكت. ما معنى هذا؟ أصحاب اللي ماشيين معهم في القافلة أهل السوء مشوا يدوروا في جماعتهم اللي زيهم، وأهل الخير جوا يدوروا في خلانهم، فأنت تستطيع أنك تعرف هؤلاء من خلال عشرتك لأهل الدنيا. فهذه الجارية كانوا أهل البيت معناها يحبوا أنه يتعرفوا عليها حتى هم زي ما هي تبي تشوفهم وبيشوفهم. فلما جاء وقت قيام الليل نظرت هي بتقوم فهم متغافلين دايرين روحهم راكدين، فقالت كلمة، قالت لهم والله لا أدري من هو عبد السوء الذي ألقى فيما سمعي بأنكم عائلة معناها كريم، عائلة تقية وعائلة معناها عباد وقوام ليل وصوام نهار، لأن شفتهم راكدين وهم في نفس الوقت بيشوفوها بيختبروها هل تنوض من تلقاء نفسها ولا لا. انظر إلى هؤلاء، وليس نحن معناها نبين في أنفسنا، يمشي يصلي في الفجر حاضر ويصلي وجميع الصلوات في المسجد، والذي نفس بيده ما يترك معصية إلا وفعلها، يتقيد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهرة وهي في لحيته واصلة لصرته، لست أستهزئ لكني أرى بأن الخمار وسنن الرسول صلى الله عليه وسلم واللحية إنما هي ستار لأفعال أخرى. اللي بيتخذ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون هي طريقه ونبراسه يجب أن يتقيد بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أنك ما تمشيش للعمل نهائيا وراقد في حوشك بدعوى الاختلاط وتربي اللحية وتشد زعود السواك وتقول والله لا فكنا من الاختلاط، وتنتقد الآخرين اللي ما يصليش في المسجد وصلاتكم باطلة ولا تجوز ولا تقبل منكم وغيره وغيره وغيره، وأنت لا تدع معناها شاردة ولا واردة معناها إلا ما تنتك فيها حرمات الله، هذا لا أعتقد إن هذا من الدين في شيء. فالتقصير في العمل، أبو مسلم الخولاني كان جيرانه ليسوا من أهل الليل، فانتقل إلى مكان آخر فيه ناس يقومون في الليل لأنه يسمع أصواتهم معناها يصلون فوق، اللي فوق السطوح يصلي فوق السطوح واللي في جنان واللي كذا، فكان لما يتعب من الوقوف، ومش هو بس، كان معلق فلقة، تخيلوا معناها العصام بتاع الفلقة اللي فيها الحبل، كان رابطها ويجي يحط في رجليه لما يتعب ويضرب فيهم، يقولهم والله أنتم أجدروا بالضرب والتأديب، مش تقولوا تعبنا، ما هو لما يتعب يبدو متعبنات وكل شيء، يبدا الشيطان معنا يدخل له من جهتهم، ارتاح ورجليك تعبانات وكذا، فكان يضرب فيه مش قد فيه، فكان يخرج راسه من فتحه في الجدار اسمها طاقه، معناها احنا الشبر في الشبر، احنا نقولوا ديروا فيها اسمها المطابخ اللي ما عندهاش مثلا شباك ولا كذا، فكان يخرج راسه ويقول ايظن اصحاب محمد الا رجال بعدهم
والله لنزاحمنهم على الجنة. الله أكبر، الله أكبر، وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون. نعم نحن أهل الجنة، ولكن نحتاج للعمل، وإن كان والذي نفسي بيده عمل قليل ويقين كثير. الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تعرف أنك لست مستثنى من النار، يجب أنك تكون لا القرابة ولا غيرة في الجنة. الذي يدخل الجنة هو بعمله وبيقينه، نعم، ليس لقرابة ولا غيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، جماع الناس، قالهم يا معشر قريش، نداهم يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله سبحانه وتعالى، لا أغني عنكم من الله شيئا. ونداهم زي ما نقول احنا باللحمة: يا بني عبد بنات، لا أغني منكم عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد، يا كذا، معناها سليني ما شئتم مالي. قالهم من مالي لا أغني عنكم، نعطيكم، لكن لا أغني عنكم من الله شيئا. وعمر بن الخطاب يقول: كنا أذل قوم، حتى تعرف أنت منة الله عليك بهذا الإسلام، كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، أعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي من العزة في غيره أذلنا الله. وهذه المصيبة، هذه المصيبة الآن، الفيصل اللي بيننا وبين القوم الآخرين والله موجود في كتاب الله، موجود في كتاب الله، ولكن نحن ابتعدنا عن هذا الكتاب. الله خلقنا، خلق منا مسلم وخلق منا الكافر، ومن علينا احنا بالإسلام، ومن علينا بهذا الكتاب العظيم الذي لو اتخذناه هو الوسيلة الوحيدة أو ربما الطريق القويم للنبراس لنا، لا تغيرت حوالنا. هذه الحالة التي نحن فيها والذي نفس بيده سبب ابتعادنا عن هذا الدين. نحن سنتعرف على عظيم هذه المنة وعظيم هذا الفضل، وستلاحظون في هذه الأحاديث التي سأوردها مقدار الأجر والثواب والفضل الذي حبان الله به مقابل كلمات باللسان وتصديق بالجنان. أهو المهم، ليس ما يفعله الصوفية أن لا المهم القلب أو المرجئة، المهم ما في القلب أما العمل، لا لا، وعمل العمل حتى وإن كان قليل فأنت من أهل الجنة. إن كان الإيمان التصديق بالجنان أو الإيمان كبير والعمل قليل فأنت من أهل الجنة، ولكن تكون في تفاضل في درجات الجنة. وحنندمره اللي يجي في درجة الآن، مثلا لو قالوا لك مثلا فيه محلات أو فيه عمارات أو فيه شقق يوزعوا فيهم في المكان الفلاني، عمارات مثلا في منطقة فلانية، يقول لك المنطقة مثلا في مدينة المطرد أو في سرمان أو في صبراتة أو في غريان أو في كذا، فيه عمارات أو شقق يوزعوا فيهم، وراهم فيهم اختلاف، فيه اللي شقق كبيرة وفيه اللي في الدور الأول وفيه اللي في الثاني وفيه لما تصبح الفوق بكل معناها صنصيرها مش عارف كذا، وبالشكل هذا فيه مميزات من كان لمكان، وباهي كيف طريقة الحجز، طريقة الحجز فيه حاجات مطلوبة، تدير كذا وتدير كذا وتدير كذا. أنت لما تبخل في حاجات معينة تقول مش مشكلة، تو أنا عايش في الفقر وكذا، والله عادي، هاي نمشي أي حاجة نحصلها، أنا عايش في دار مع أهلي، لما نحصل حتى دارين ومطبخ وحمام وكذا 100% ما عادش نبي أكثر من هيك. لكن المصيبة شن هي؟ إنك تفرح بها أول يوم وثاني يوم، لكن مع الوقت لما تشوف الميزات عند الجماعة الثانيين، كيف هم مربوعة ما شاء الله، وكيف هو معناها يحسن في وسط الحوش، صالة قسمها ودارها مش عارف استقبال وكذا، وكيف ميزات أخرى، تبدأ تتحسر، تبدأ تقول يا ريتني ذاك اليوم هذيك الحاجات، الله علاش ما درتهاش، علاش كذا. نفس ما يحدث حتى لأهل الجنة يا جماعة، مع أنهم في الجنة ولكنهم سيتحسرون على شني، على الدرجة اللي أعلى منهم، على الدرجة اللي أعلى منهم. الفردوس معروف أن أهله، ولكن الدرجات اللي أقل حتكون فيها شني، حيكون فيه نوع من الحسر، ما نقولش إحنا حسر بمعنى الحسر، ولكن يتمنى أنه زاد ساعة، يتلاقى هو يتلاقوا مثلا كذا، يقول له والله انا في المكان الفلاني او بيتي في المكان الفلاني، او شوف مزرعتي وكذا وكذا في الجنه. نعم في الجنه، ايه فيه مزرعه وفيه نخيل وفيه زيتون وفيه كل ما لم ترى عين ولم تسمع اذن، ولكنها كلها مربوطه بشني، بعملك في الدنيا، بعملك في الدنيا. احنا نعرف بان بكل تسبيحه نخله وشجره وكذا، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، غراس الجنة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. ولهذا أنت زي ما قال سيدنا أبو بكر الصديق، قال إن الملائكة، إن العمال ينتظرون أجورهم. من هم العمال؟ من يقصد هو؟ هو يقصد الملائكة،
الملائكة هي هل ما اللي يبني في هذه البيوت في الجنة وما اللي يزرع في النخل وكذا؟ صحيح الله بمقدرته وبقدرته كن فيكون، ولكن هناك عمال اللي هم ملائكة يشتغلون ويزينون لك بيتك هناك. هؤلاء العمال يحتاجون للنفقة كما قال سيدنا أبو بكر، يحتاجون للنفقة. العامل اللي ما تجيبلاش أكله وما تدزلاش نفقته وتعطيه أجرته، تعطيه أجرته وكذا، بيخدم لك ما يخدم لكش، لو خدم لك مرة ساعة مش حيخدم لك الثانية. فأنت يجب أنك ترسل لهؤلاء نفقتهم، لهؤلاء الملائكة. معناها سبحان الله هي نخلة، الحمد لله نخلة، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، كل هذه أشجار ونخيل. وإحنا نعرف أن أعز شيء نغرس فيه الآن هو النخيل. شو أنتم في أنواع من التمور توصل أثمانها $130؟ استغربت أنا لما قالوا لي فيه أنواع، صحيح أنواع عزيزة معناها توصل $130. معناها شوف أنت حولها على الدولار في الوقت هنا في دان، إحنا حنصله في 300 جنيه، معناها للكيلو الواحد. فلا تستغرب. فإذا أنت تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى شني؟ تصديق، قول باللسان، طبعا هذه الشهادتين ولا أذكار ولا كذا، حتى وبقلبك، وأفضلها بالقلب وبالعمل وباللسان. وتحتاج إلى تصديق بالجنان اللي هو القلب، وتحتاج إلى عمل بالجوارح والأركان. فخيرية هذه الأمة ثوابها مقابل شني؟ مقابل هذه الأعمال ومقابل التصديق. هذه الحلقات القادمة كلها حتكون بعنوان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان الذي أحسن الله إلينا به، هل جزاؤه إلا الإحسان؟ يجب أن يعرف، أن يعلم الجميع، أو يعرف الجميع أن الله غفور رحيم، اختص هذه الأمة بالرحمة والمغفرة التامة. لكن هذا لمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها حسن الخاتمة. فإذا كان أنت أعمالك لا تصلح، وكانت بعيد على الله، وكانت في معصية الله، فأنت بعيد عن حسن الخاتمة، ستكون خاتمتك سيئة. وأنا بيك تسأل، وذكرناها قبل، أسأل يحضر الناس اللي توفت، يقول بالله لما توفى هل قريبك هذا، هل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف كانت خاتمته؟ حتجد أن الكل يجمعون على شني، اللي يقول لك معناها سواد وجهه، اللي يقول لك مقصر ما قدرش، اللي يقول لك مش عارف دار بصبعه هكذا، اللي كل واحد تلقاه بشكل، نادرا جدا من تلقاه يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. لأنها ليست سهلة على من لم يسهله الله، لا اللي في المعصية دائما لن تكون آخر كلمة. فنبشر الكل، نبشر الكل بأنها الله، هذا الإله العظيم رب العالمين، اختصنا نحن برحمة ما بعدها رحمة. قال صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحد منكم عمله. حتى تعرف، حتى رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة الله بنا، عملك لن ينجيك. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن ينجي أحدا بعمله. فقالوا حتى أنت يا رسول الله؟ حتى أنت؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمته. فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة والقصد، القصد لتبلغوا. ما معنى هذا الكلام؟ التسديد معنى العمل بالسداد، العمل الصحيح، عمل العبادة الصحيحة، هذا التسديد. القصد التوسط معناها ما تقصرش وما تغاليش، لا تقصر ولا تغالي. الله لم يكلفك إلا باللي تطيق. وأنا نبشرك ونبشر كل من يسمع الآن، استمع إلى المبشرات والتي لها أول ولا آخر لها. والذي نفسي بيده، أخاف أن في الأخير فيه اللي ممكن حتى يتهمني، يقول لي والله هذا كلام المفروض خلاص، معناها جماعة هيك معاش بتشتغل على حساب هضايا، وكلها بتتكل على العمل، على الكلام، على المغفرة والرحمة وغيره. لا والله، أنت لن تكون من أهل المغفرة والرحمة إن لم تعمل. يجب أن تتابع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن تتعرف، تعرف هذه الأحكام الشرعية حتى تكون من أهل المغفرة والرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجنة، نبدو الآن في فيما يقربنا من الجنة، ما يبين لنا فضل الله علينا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعليه وكذلك النار. قال شراك نعليه أو شراك نعليه، ليش؟ اللي هو احنا بنقول له الخيوط الكندرة أو الصبات متاعنا، أقرب إلى أحدكم. احنا بالعقل الإنسان لما بيطلع أول حاجة يفكر فيها شنو؟ يفكر في لبسه، يفكر في رجله، إنك قد تخرج بلبس الحوش عادي، نطلع في لبس الحوش ماشيين بنوصله اللي بنجيبه كذا، ما يحتاجوش حتى ملابس عادية، معناه قد تكون متسخة وكذا. لكن هل فينا من يمشي حافيات؟ تمشي بحوايج، مثلا اللي يخدم
ميكانيكي وغيره، معناها لو صار له شغل حيمشي في حوائج هذوم ويدخل حتى على اي واحد، حتى على مدير من هو، ما عندهاش مشكله، ما فيش معره في الملبس. لكن حفيان ما يطلع حد، ولهذا دائما اقرب شيء ليك شنو هو؟ معناها عند خروجك ولا عند ذهابك ولا عند لما يقول لك تعال ولا غيره استدعوك ولا غيره، اول شيء تفكر فيه حاجه اللي بتلبسها في رجليك. فلهذا هي قريبه، الجنه قريبه ليك، قريبه، ولكن النار ايضا قريبه بقدر عملك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل، قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على عبادي؟ قال وما حق العباد على الله؟ فقال الله ورسوله أعلم. معاذ قال له الله ورسوله أعلم. فقال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله علينا، معناها احنا نعبدوه بدون ما نشرك به شيئا. وشين حقنا على الله؟ الله أكبر. معقول أنت تجي أنت تأتي لواحد من كبار وعلية القوم ولله المثل الأعلى وتقول له عندي حق عليك؟ أول حاجة يقول لك شو الحق اللي عندك علي ترى؟ الله الله يقول لك حق علي، مش أنت أمنت؟ إحنا نخدمه ونخلصه في العمل وغيره وغيره وغيره، عندنا حقوق على حكامنا وحكامنا يذبحوا فينا، نحكمكم ولا نقتلكم؟ هو مش مقدم لنا ولا حاجة، هو حقوقنا واكلينها، معناها ضرب قتل مش عارف إيش مش عارف إيش، ويجي يقول لك نبي، ولما تقول أنت تبي تقتل، لما تطالب بأبسط حق تقتل. إله الكون يا فاسق، يا أمتنا يا فسقة، إله الكون ولله المثل الأعلى يقول عندكم حقوق علي. أتدري ما حقوق العباد على الله؟ شنو هي حقوق؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب ما لا يشرك به شيئا. الله أكبر يا أخي، يا سبحان الله، نحن لا منة لحكامنا علينا في أي شيء، لا فضل لهم في علينا في أي شيء، لم يعطونا مما من جهودهم أي شيء، ومع هذا لما تطالب بأبسط حق ليك تعاقب وتسجن وتقتل، وتقتل عائلتك ويتم التبرؤ منك من قبيلتك ومن كذا ومن كذا، وتنسف حتى مدينتك. رب العباد خالق الكون الذي تفضل علينا وعليهم بكل شيء يقول لك حق علي. الله أكبر الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما قضى الله في الخلق، معناها كتابه، لما خلق الله الدنيا فكتب كتاب فهو عنده فوق عرشه، ماذا مكتوب فيه هذا الكتاب؟ بالله عليك اسمع هذا، ماذا مكتوب في هذا الكتاب؟ في هذا الكتاب الذي كتبه الله لما خلق الخلق مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي. الرحمة يا عباد الرحمن، الرحمة يا عباد الرحيم، الرحمة يا أتباع من اختصه الله سبحانه وتعالى بصفتين من صفاته وهم الرأفة والرحمة. الله اختص أو كتب كتابا منذ أن خلق الخلق إنه رحمتي سبقت غضبي. قال صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته. الله أكبر، استخرج منه ذريته، فهي بعد ذريته، كل من خلقهم الله. فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، وخلقت هؤلاء نحن المسلمين الموحدين، كل من اتبع الرسل وآمن بهم ووحد الله سبحانه وتعالى، وخلقت هؤلاء اللي مخلوقين للنار، هذا ميسرين لعمل النار، ما يشتغلوش إلا بالنار. ما تقوليش لا إذا مسير أنا معناها ما عنديش فيه، لا والذي نفسي بيده لا، أعطاك الله عقل، الله مطلع على السرائر من قبل أن تخلق. في علم الله كل شيء مكتوب، في علم الله، ولكن على الشر لم تجبر. ما اللي يجبر على الشر؟ الشر يا جماعة، الشر هو فعل. لو كان الشر مثلا أو المعاصي هي مثلا مجرد بالقلب فقط، والله صحيح نعاقب على القلب، لكن معناها نأثم على القلب، على عمل القلب، ولكن نعاقب على شنو؟ على النية الجازمة. لو كان العقوبة على التفكير فقط ولا غيره، ولما تحدث به النفس، واحنا نعرف بان الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا الكلام، فممكن انك تدير حجه، لكن انت تعاقب على العمل. فعل الشر هو عمل، معناها اللي يسرق واللي يقتل وكذا عمل، وعمل ليس عادي، عمل مخالف للطبيعه، مثل اللي يقتل واللي يسرق واللي كذا يدير في مجهود وينقز ويدير وممكن يتعرض لخطر وغيره وغيره. فهذا الرجل اللي الله لم يجبرك على انك تفعل هذا الشيء، لم يجبرك، الله
خلق لك عقل تميز به بين الطاعة وبين المعصية، أنت اخترت المعصية. الشر والخير خلقهم الله سبحانه وتعالى، ولكن الخير من الله سبحانه وتعالى وإليه، أما الشر فمنك أنت، منك أنت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، وخلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. فرجل رجل قال له: يا رسول الله، فيما العمل؟ ليش نعملوا احنا؟ شوف انت ما هو باقي الكلام، ان الله اذا خلق الرجل للجنة استعمله بعمل اهل الجنة، واذا خلق الرجل للنار استعمله بعمل اهل النار، حتى يموت على عمل، هي حسن الخاتمة نتكلم عليه، حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار. الله اكبر، معناها اللي من اهل الجنة يدخل الجنة لانه بيموت على عمل اهل الجنة، حتكون حسن الخاتمة. اما صاحبنا اللي من اهل النار، ليس بصاحبنا، صاحب الشياطين اللي من عمل اهل النار، يقعد في عمل اهل النار الى ان يموت عليه. وهذه زبدة او رب او حويصلة ما ساتطرق اليه، معناها ومؤهد اليه بهذه الحلقات، سنبين فضل الله وكذا، وبعدين نجيبه في المعاصي اللي الان ترتكب في هذه البلاد، والتي ستموت انت وتكون من اهل النار، لانك انت ستكون خاتمتك عليه قتال ومش عارف ايش، وتحت رايات كفريه وعميه وجاهليه وقبليه وجهويه ومش عارف ايش وكذا وغيره وكذا، وسرقه وابتزاز اموال وغيره وغيره، نتيجه شنو؟ نتيجه جهل بالاحكام الشرعيه. ساقيم عليك الحجه، لان الله امرنا بهذا، رسولنا امرنا بهذا، بلغوا عني، وانت اللي تسمع بلغوا عني ولو ايه. بلغوا فعل امر يجب، اللي سمعت انت يجب، هلا عني عن الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، ولو آية معناها آية واحدة فقط. إذن هي تكليف، وهي تشريف لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تخفيف ولو آية واحدة. فإذن أنت يجب أن تكون من أهل الجنة، لأنك خلقت للجنة. نعم، أنت خلقت للجنة. سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب وكذا كانوا جالسين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم من بين ظهرهم فأبطأ عليهم، أبطأ عليهم شوية، فلحق أبو ذر أو أبو هريرة، لا أدري الحديث، أعتقد أبو ذر، فلحقه لما استبطاه، فلما لقاه قال له معناه استبطيتك رسول الله، فقال له: اذهب اذهب وراء هذا الحائط، وقول لهم، قول لكل من موجودين يشهد لا إله إلا الله مستيقنا به من قلبي، فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. كل من تلقاه يشهد لا إله إلا الله فبشره بالجنة. سبحان الله العظيم، كلمة واحدة تنقذك وتكون من أهل الجنة، ولكن أي درجة هي ستكون فيها من أهل الجنة، هذا سنتعرف عليه في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. وسنتعرف على أكثر من هذا، سنتعرف بأن نحن مهما فعلنا فلن نوفي الله سبحانه وتعالى بمقدار جزء ذرة من أفضاله علينا. وسأقول لك إنك ستدهش وستتعجب من مقدار هذا الأجر في الأعمال، ومقدار هذه الرحمة والمغفرة، وسنبدأ بالمغفرة والرحمة، ولدرجة إن حتعرفوا أشياء غريبة، حتعرف بأن من رحمة الله بنا إن حتى الشيطان يطمع في دخول الجنة. يا جماعة، الشيطان نفسه يطمع في دخول الجنة. هذا مش نقول لك انت يا عاصي باش تقول لا ما دام هيك الحكايه كذا، لا، ما هو انت اعرف انك المؤمن ينجى من عذاب القبر. راهي الامر ليس في النار، الخطوره ليست في النار، النار حتطلع منها، لكن عذاب القبر هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: القبر اول منازل الاخره، فمن نجا منه فما بعده ايسر. انك لو نجيت من عذاب القبر معناه انت من اهل الجنه، انت من اهل الرضا، انت من اهل المغفره، انت من اهل الشفاعه. فاللي بنقوله انك حتتعرف على فضل الله سبحانه وتعالى في علينا، وبالتالي حتعرف بان هذا الفضل لا يجازيه الا احسان، هذا الاحسان لا يجازى الا بالاحسان. وفقنا الله واياكم، وسدد خطانا وخطاكم، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحقن دماءنا، وان يؤلف بين قلوبنا، وان يرنا الحق حقا يرزقنا اتباعه، وان يرنا الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه. والى اللقاء في حلقه قادمه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.